أيام قليلة تفصلنا عن جلسة أخرى يعلن فيها البرلمان العربي قراره تجاه مطالبات رئيس مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة فايز السراج. رئيس البرلمان الليبي عقيل صالح طالب البرلمان العربي بموقف موحد تجاه التدخلات التركية في ليبيا. من المؤسف أيها السادة أن ينصب المجتمع الدولي مجلسا رئاسيا يؤيد تحقيق هذا الحلم البائس بالتوقيع على مذكرة تفاهم الأولى تتعلق بالتعاون الاقتصادي وترسيم حدود المنطقة الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط وتعني إدخال المنطقة في فوضى وصراع، والثانية يمنح فيها المجلس الرئاسي تركيا حق التدخل العسكري في ليبيا. البرلمان العربي حث على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساسا بسيادة ليبيا وسلامة الدول المجاورة، وهو ما يستوجب معه دراسة قرار سحب الاعتراف به. نؤكد على تضامن البرلمان العربي مع الشعب الليبي الشقيق، مرحبا بإعلان وقف إطلاق النار، وداعيا كافة الأطراف للالتزام به باعتباره خطوة هامة لإيجاد حل سياسي ونهائي وشامل للأزمة في ليبيا. هطلب رئيس البرلمان العربي أن يكون هناك موقف صريح لإدانة وسحب الثقة وعدم الاعتراف بحكومة فايز السراج، هذه الحكومة التي أتت لعنة على الشعب الليبي وقريبا ستلفظ أنفاسها وقريبا سيطردها الشعب الليبي، لأن الشعب الليبي شعب متفتح. نأمل أن يستطيع العالم العربي إيجاد هذا المناخ وهذا الاستقرار والتفاهمات السياسية، ونأمل أيضا أن تنتهي هذه الأزمة ولا تهدر طاقات الشعب الليبي ولا إمكانياته على نزاعات ليبية ليبية. الملف الليبي استحوذ على جزء أكبر من المناقشات خلال جلسة البرلمان العربي وسط مطالبات للأعضاء بدعم حق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم. موقف عربي موحد يمكن من خلاله مواجهة التدخلات التركية في الشأن الداخلي الليبي، وموقف الحكومة الحالية سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة حتى يساعد ليبيا في الخروج من عنق الزجاجة. كريم شيخ الغد، القاهرة.